جه وافر وحتى يعني الدقيقه ده كانه ما حد وين ما عارفين دي مخزن لشنو يعني مفترض ان هذا الشيء الدقيقه تطلع توزع في الافراح لانه الناس محتاجه لها احسن من التخزين وهسه احنا بنتابع ان شاء الله بالمطحن بتاع الملكيه ده لحد ما نلقى نعرف صاحب الدقيق ده منو والدقيق ده ماشي على وين والصادر على وين هسه احنا ان شاء الله بنجيبها بالمطحن شويه هيا رح نصور